مساكم الله بالخير، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله طيبين. اليوم عندي تصوير زواج في قاعه التاج بفندق الشيراتون، وياي بجرب العملاق من شركه جودكس هو الاي دي 600 بي. هذه الموديل هو الموديل القديم، في موديل حاليا تو نازل بالسوق، حاليا بجرب هذه الموديل اللي هو باتري ما يجي بالواير، نجربه ونعطيكم انطباعنا عنه. وامانه اول مره في حياتي اجرب الجودكس، وهذا بيكون تجربة في المحك في عرس، ما بجربه برا عرس، بجربه في العرس. وأول مرة أفتح البوكس وأشوف الليت، صراحة ما أدري شنو فيه، ما أدري شنو استخدامه. اللهم أني حطيت البتري على الشارج شوي عشان يشارج، بوقف فيه حبة وبجربه وبشوف وبعطيكم انطباعي عنه. طبعا أحب أشكر زوم جرافيكس، محلات زوم جرافيكس، بخلي لكم الأكاونت مالهم في الكومنت تحت بتلقونه، هم اللي عطوني اللي تجربه، مشكورين جدا مشكورين، ان شاء الله نعطيكم الانطباع. والشيء الثاني اللي صادني طبعا ان انا ما جبت التريجر مال الجودكس، حاليا قاعد اجرب البوكيت وزرد، هذا اذا تشوفونه كان قدامكم، عندي واحد هني شابكه والثاني مشبوك على الفلاش نفسه. والفلاش حاليا خليت القوه مالته على، لا تلاحظون هني اللي هو 32/1، اي ما يعادل 5 ستوب اللي هو 5 وقفات اقل من الفول باور. الفول باور 1/1 نحطينا 32، يعني قللناه باقل ب5 ستوب. بدينا التصوير وصار الصج، براويكم اول صورة صورتها بنشوف نجح في الاضاءة ولا ما نجح. الصور الجماعية كذي، الاضاءة تمام من احلى ما يمكن، طبعا بالتلفون يمكن ما تشوفون الواقي. وهذه بورتريهات حق المعرس. يا سلام. حاليا في وسط العرس وللحين الامور طيبه ومستتبه وكل شيء تمام، الحمد لله خلصنا الزواج من احلى ما يمكن صراحه. بدع الجودكس، ادى اداء جبار، كل شيء تمام. تقريبا صورت فوق 1000 صورة، البتري ما نزل منه الا حبه واحده، يعطيك حتى عرسين اتوقع، عرسين الى 3 اعراس مرتاح يعني، وكل شيء تمام صراحه. شكر 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 عظيم حق زوم جرافيكس انهم دعموني في هالشغله، الله يعطيهم العافيه، ما قصرتوا صراحه. يعني انا حق الاعراس حاليا جربته من احلى ما يمكن، يعني اوصي به بقوه، جبار.